يستبعد المواطن البسيط ولا تستبعد حتى المنظمات المختصة بالمناخ وأيضا المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أنه قد يشهد هذا الصيف أو تشهد البصرة أيضا ارتفاع التراكز الملحية، لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي حاليا أنقذ الموقف، يعني مو اللي أنقذ الموقف المسؤول أو أصحاب القرار، الله هو اللي أنقذ الموقف. يعني أنا أتذكر في سنة من السنوات في الحكومة المحلية السابقة أيضا بعض أعضاء مجلس المحافظة أو رئيس مجلس المحافظة السابق والوكالة أيضا قال اعترف، قال إحنا ما قدرنا نحل الموضوع، اللي حل الموضوع أو اللي حل الموقف هو الله سبحانه وتعالى، إحنا أيضا راح ننتظر أن الله سبحانه وتعالى هو اللي حل الموقف، لأنه إذا نعتمد على الحكومة ونعتمد على الدول المجاورة تركيا بصفحة وإيران بصفحة، لا المواطن راح يبقى طيب، يعني يبقى بحيرة صراحة.